السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. حدث في ورقلة ليلة الأربعاء البارحة حرق سيارة مديرة متوسطة بكريات بالخادم. الحريق كاد أن يؤدي إلى كارثة لقربه من عدادات الغاز للعمارة. حرق سيارة المديرة في آخر يوم من الامتحانات، هذا جزاء من يحارب الفساد. أين أنتم يا أحرار التربية في ورقلة؟ وهذا ما كتبته المديرة بوعلام صباح، مديرة متوسطة بكريات مبروك بالخادمة ولاية ورقلة بعد هذا الاعتداء الفظيع. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، مكافأة آخر السنة بعد عمل سنة دراسية كاملة بجد واجتهاد وإخلاص. بعد سنة دراسية من التفاني في العمل والسهر ليلا ونهارا للخروج بالمؤسسة من مستنقع الفساد والرقي بها إلى مصافي المؤسسات الرائدة، حسبي الله ونعم الوكيل، وكفى اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، آن الأوان للتفكير الجدي في الاستقالة. والله ثم والله لن أتخلى عن مبادئي ولن أبيع ضميري ولو أحرق الدنيا بأكملها، حسبي الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.